واحد من أهم نوافذ المعرفة ووصول المعلومات اليوم إلى الجمهور هو المؤتمر الصحفي الدولي للتواصل الحكومي. هذا المؤتمر اليوم هو حلقة وصل إن كان في وصول المعلومة وإن كان حتى وصول المسؤول إلى المواطن والتعبير عن كثير من المعلومات والأفكار والآراء التي تطرح أحياناً وفي مواقع التواصل الاجتماعي. وبالتالي وجود مثل هذه المؤتمرات هي رسالة مهمة من المسؤول إلى المواطن بشكل مباشر، لذلك إحنا نعول كثير على مثل هذه المؤتمرات في إيصال تلك الرسالة بشكل صحيح وسليم، وأيضا تكون وتشكل رأي عام مجتمعي يحقق كثير من مكتسبات الأساسية في وصول المعرفة، في القدرة على التأثير وبناء السلوك الإيجابي تجاه الوطن ومنجزاته وتنميته. إحنا اليوم في وزارة التعليم نعول كثير جدا على الشراكات، سواء كان مع الأسرة، مع أولياء الأمور، مع وسائل الإعلام، حتى مع شركاء التعليم المؤسسات حكومية وغير حكومية. وبالتالي اليوم هذه الشراكة التي تؤسس لها وزارة التعليم وتنميها وتعززها قبل انطلاقة العام الدراسي، مؤتمر التواصل الحكومي يؤدي هذا الدور معنا ويتشارك لإيصال المعرفة والمعلومة للجمهور، والهدف الأساسي هو تقديم عام دراسي ناجح نستطيع أن نثبت من خلاله أن المملكة العربية السعودية رغم ظروف الجائحة ورغم التحديات استطاعت أنها تستكمل الرحلة التعليمية لأبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات، وهذا هو الهدف الرئيس الذي نسعى إليه جميعاً.